نورهان وآية وسيليا ثلاث بنات من المشتركين في حملة الإكستريم ميك أوفر. وطبعا إحنا لسه معانا ريهام وميرال، بس هم طبعا ما جوش النهاردة عشان عندهم ظروف ما سمحت لهمش. تعالوا دلوقتي نتعرف عليهم ونعرف عملوا إيه في الدايت مع دكتور هاني. هاي سيليا. هاي. إزايك؟ آية. نورهان. هاي. أخباركوا إيه؟ تمام الحمد لله. عايزة أعرف منكم واحدة واحدة إيه اللي خلاكوا إن أنتوا تدخلوا الإكستريم ميك أوفر ومين اللي شجعكم؟ سيليا. اوكي مامي شجعتني، هي اللي لقيت البوست اند هي اللي شي جيف مي ذا بوش، وانا كنت عايزه اخش. حفزتك هي اللي حفزتني بالظبط. انا كنت عايزه اخش بيكوز كنت حاسه ان هيبقى في تغيير كبير، كنت عايزه اعمل التغيير ده قوي، وكنت عايزه اشوف شكلي بعد كده هيبقى عامل ازاي. ايه انا كنت مستنيه حد يبوش مي بصراحه، وبعدين لما لقيت يعني البيج بتاع دكتور هاني الحمله اتشجعت جدا. انا كنت اصلا مستنيه الستيب ان انا هبتدي دايت، طب هبتدي الاسبوع الجاي. طب كنت بتعملي دايتس وكنت بتفشلي؟ اه طبعا على طول يعني، بس كان بقالي فتره كده بقى مش عارفه اصلا اخد الفيرست ستيب ان انا ابتدي دايت. أوكي. لقيت موضوع الحمله واشتركت وفعلا كنت اكسبتد يعني، ف يعني بقت خطوه كويسه يعني ان شاء الله. نورهان، وطبعا قبل ما اقول اي حاجه، نورهان هي اخت جهاد، فطبعا انا عارفه البوش دي جايه منين. طبعا انا شفت جهاد بقى خست ازاي وشكلها بقى عامل ازاي، فحفزتني اكتر ان انا اقدم في برنامج ويعني اخوض التجربه دي واشوفها بقى، وانا يعني انا لكون مكان جهاد. مكان جهاد. طيب عايزاكم تكلموني عن اول مقابله لما اتقابلنا عند دكتور هاني وقت الاختبار. احساسكم كان ايه؟ كنتي حاسه انك هتتقبلي؟ برضو يعني هتكلم معاكم بالترتيب. كنتي خايفه؟ حاسه انك هتتقبلي؟ لا يعني كان احساسك ايه يوميها؟ كان احساس غريب. انا كنت حاسه ان انا في الاول كونفيدنت وان انا هخش عادي. عندك ثقه بالنفس؟ واخش ان شاء الله هتقبل وليه لا. وبعد كده يبقى خلاص الوقت قرب، لو اول دقيقتين ولك لا يا جماعه انا مش داخله، انا عايزه امشي. انا عايزه اروح يا ماما، اللي انت عملتيه ده محدش مش قادره يعني. وانا شفت مامتك كانت واقفه معاكي. مامتك رفيعه على فكره، مامتك أيوة، انت بتاكلي اكلها. هي دي النقطه. هي دي. آية. ولا حاجه، انا كنت في الاول برضو شويه زي سيليا عادي، وانا اكيد هتقبل ومفيش مشكله. بعد كده لقيت كذا بنت دخلوا وحسيت ان هم طالعين يعني شكلهم كده ما اتقبلوش. قلت ايه ده انا كده شكلي مش هتقفل بقى ولا ايه؟ بس كنت طبعا تنشن شويه، وبعد كده خلاص يعني. لا بس انا عايزه اقول لك حاجه، انا من يعني انا كنت في الاختبار، وانا على فكره انا اللي وافقت عليكي تحديدا، لان انت ما شاء الله طويله ووشك زي القمر، وان شاء الله ان شاء الله هتوصلي هنتكلم دلوقتي عن التارجت ويت بتاعكو. بس حسيت ان انت من الناس اللي ممكن يبقى عندك البوش او الحافز ان انت تخسي. نورهان بقى اكيد موضوع جهاد كان مؤثر فيكي مش كده؟ لا انا كنت داخله اصلا خايفه جدا بقى ان انا مش هتقبل خلاص، عشان يعني مش عارفه، بس انا كنت حاسه ان انا هتقبل خالص. مش حاسه انك هتتقبلي؟ ليه بقى؟ ما اعرفش، بس ما كنتش حاسه ان انا هتقبل خالص. أوكي. بس دخلت واكسبتت الحمد لله، وكنت فرحانه جدا بقى، لان ده كان جزء من حلمي اصلا ان انا ادخل البرنامج واقدم فيه واخس وابقى في الاخر يعني انا نفسي اكون مضيف الطيران، فانا بقى كنت حاسه ان ده هيبقى حاجه حلوه بالنسبه لي قوي. انا دلوقتي شايفه على البلازما ان انتوا الاثنين ان انتوا كلكم بتلعبوا رياضه جامده جدا، الموضوع شكله جد جدا قوي قوي. دكتور هاني ما بيهزرش انا عارفه. طيب سيليا قولي لي، انت بتواظبي على الجيم كل يوم مع الدايت؟ بواظب على الجيم لدرجه ان انا مسميني تيم كابتن والله. انا صوتي دايما جو 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 يلا وايه. طب ده هايل وكده. مسميني الراجل برضو. ليه؟ وهي اراده وهي مسمينا كده تتغير. مزاجيه. اوكي. بس عندنا الالقاب في الجيم كتير. التارجت ويت بتاعك المفروض تخسي قد ايه؟ 19 to be the ideal. وخسيتي قد ايه؟ 5. برافو. ايه؟ الدكتور عايزني اخس 40 كيلو وخسيت 6. برافو جدا. بس 40 تفتكري انت هتعمليهم؟ يعني انا نفسي ان 40 دي تبقي يعني تبقي انت من اول الناس اللي يبقوا معانا في الاكستريم ميك اوفر، عشان انت غالبا اكبر عدد كيلوات المفروض تنزل مش كده؟ لا اللي في ميران 50. والله. اوكي. انا وميران اكتر اتنين تقريبا. لا ان شاء الله انا عايزه بقى الكومبيتيشن تبقى عاليه جدا بينكم، وشوف مين اللي هتبقى واقف هنا قدامي قدام مرايه. وميران خسرت 6 برضو زي بالظبط. طب حلو. نورهان انا المفروض 18. خسيت. ايوه سمعيني كده. ايوه يعني ما خسيتش قوي، بس خسيت 3 كيلو يعني. ليه بقى؟ ليه 3 كيلو؟ عندي احباط.
يعني في وجبات ما كنت باكلها طبعا، الدكتور هزقني تمام عشان خسيت. انا مش خايفه عليكم يعني لان الدكتور هاني خالص ما بتخافيش خالص، الدكتور هاني مظبطني يعني. خسيت 3 كيلو عشان اصل الدكتور هاني هيمشيكوا على فكره. ايوه قال لي كده، قال لي كده، قال لي على فكره انت ممكن ما تكمليش. فاللي هو انا خرجت بقى عارفه اللي هو خرجت اساسا من العياده فاضل لي بالظبط ثانيه وهعيط. اصل جهاد عيطت ورجعت وعيطت ورجع يعني جهاد عدى بكل المراحل نفسي، بس بجد ما كنتش قادره، انا كنت هعيط فعلا. كان كل شويه يقولوا لي انت هبعيطي، قلت لهم لا كفوش. طيب كلموني عن اليوم بقى اللي هو بكره هنبتدي الدايت مع دكتور هاني والموضوع صعب جدا. النهارده اتعشيتوا ايه بقى؟ اوكي انا كلمت مامي انا قلت لك بقول لك ايه يا مامي بكره في دايت شوكليت برينجلز اي حاجه معاكي. قعدت بقى بالليل في الاخر قعدت على الترابيزه وقلت مش قادره اكل، مش قادره مش قادره، عايزه اكل بس مش قادره يعني هرجع مش قادره عايزه اكل. وجابت لي بقى دانات بقى اول حاجات اللي انا بحبها وانا بقى قدامي وانا نفسي اكل مش قادره مش قادره. ايه والله احنا كانوا كلهم عاملين يقولوا لنا يا جماعه خلاص هو اعتبروا اعتبروا ان الدايت ابتدى من النهارده بالليل فما حدش ياكل اي حاجه فكلنا لا 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 مش قوي كده لا وهم قالوا لنا كده فعلا. طب انا عندي برطمان نوتيلا في البيت طب ايه اعمل ايه؟ اخلصه حالا دلوقتي لازم يخلص يعني. فروحت طبعا طلبت بيتزا وكلت النوتيلا بس خلصت. دكتور هاني بيتفرج خلصت؟ لا لا دكتور هاني مش بيتفرج خالص على فكره الكلام ده خلاص الكلام ده من 3 اسابيع ما حصلش تاني خلاص. ما حصلش. دكتور هاني هنشيله هنحذف له الحته. نورهان احنا كنا اصلا يعني خارجين بقى قلت لهم خلاص يا جماعه احنا هنبدا دايت من تاني يوم فاحنا عايزين ناكل النهارده بقى هنتعشى هنتعشى لازم ناكل كل حاجه. وانا بقى يعني كان في من هدايه عيد ميلادي كان في شوكليت كتير جدا في البيت فانا قلت خلاص هروح اكل بقى يعني مامي ماما كانت معاني ان انا اكل اساسا شوكليت خالص فانا قلت انا خلاص هاكل من وراها نص الشوكليت عشان ايه يعني الدايت هيبتدي فانا مش هاكل اي حاجه. طبعا احبطوني ان هم في الدايت ابتدى من العشاء فاللي هو بقينا نبص لبعض عشاء ايه عشاء النهارده فكلنا اتصدمنا صدمه رهيبه ويعني عارفه هو ايه عشاء ايه والله احنا عايزين ناكل بقى خلاص ده دايت. ما اكيد طبعا يعني الموضوع اكيد كان يعني صعب جدا لان الموضوع عارفه هياخد وقت وفي ناس عامله لك ريستريكشنز وحاجات كده. يا جماعه انا مبسوطه جدا ان انتوا معايا النهارده وعايزه اكتر واحده فيكم تخس بسرعه علشان تقف قدام يعني معايا هنا وتبقى بطله حلقه الميك اوفر. بشكرك جدا يا سيليا، بشكرك يا ايه، بشكرك يا نورهان. مشاهدينا معانا فاصل استنونا هنكمل فقراتنا بس بعد